نحو جبال الأطلس. في يوم ربيعي ذهبت مع أسرتي إلى سد بين الويدان وسط جبال الأطلس. كنا نسير بين صفوف من الأشجار المثقلة بالفواكه، الأزهار الملونة تزين السهول الخضراء، والفلاحون منتشرون بين الأشجار. اجتزنا أفرار على سفح جبال الأطلس وبدأنا نصعد الجبال التي التوت طريقها التواءات جعلت أبي أكثر حذرا وهو يسوق السيارة. وصلنا إلى سد بين الويدان، كان منسوب المياه به مرتفعا بسبب الثلوج والأمطار الغزيرة التي تساقطت هذا العام. بدت قمم جبال الأطلس من آفورار إلى سد بين الويدان مكسوة بالثلوج التي تغطي السد. أوقف أبي السيارة على ضفة السد، أسرعنا نحن الأطفال لنتفرج على زوارق الهواة والأسماك المنتشرة في المياه. اكترى أبي زورقا ركبناه فاستمتعنا وسط مياه السد الزرقاء، ثم جلسنا على ضفة السد وتناولنا غذاءنا. يا لروعة المكان، مشينا مسافة قصيرة فوجدنا مروجا مخضرة بل جنة خضراء، العصافير المغردة كأنها مذياع وسط هذا المنظر البديع. الماعز ينتشر على منحدر الجبال الغنية بالكلأ. صيادو السمك عرضوا بضاعتهم التي صادوها على ضفاف السد للبيع. وحينما اقتربت الساعة الخامسة بعد الزوال ودعنا هذه المناظر الخلابة التي تعكس جمال جبال الأطلس بمغربنا الحبيب.